والشلفة الفضية الخاصة بالإنتاج الحيل الإنتاج كانت عوايد حاضرة بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي فائزة بالشلفة الخاصة بالحيل. وهذا هو الإعلامي الكبير أخينا سعد بن متلع العتيبي وسيف بن متلع العتيبي ومضمر عوايد علي بن متلع العتيبي وسعد بن متلع يرفع الشلفة عاليا شلفة عوايد مهدين هذا الناموس للوالد متلع بن مسلي العتيبي. هذه عوايد أم العوايد ونهنيكم على هذا الفوز المستحق الوسمي بشعار منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري مع خنجر الإنتاج الزمول. وهذا هو هزاع بن عبد الهادي بن نايفة وفيصل بن عبد الهادي بن نايفة يرفعون خنجر الوسمي الفائز معنا في شوط الإنتاج. وهذا هو منصور بن عبد الهادي بن نايفة مع خنجر الوسمي. متابعينا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أشواطي هجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. كانت رمز مع أو كان رمز مع خنجر الزمول العمانيات بشعار هجن الشحانية وبقيادة جابر بن سالم بن فاران المري محققا الرمز الغالي في هذا المهرجان. والخنجر الفضي للزمول العمانيات لهجن أبناء القبائل بشعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين مع مبعد الفائز بالخنجر. تهنئة لسعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام مبارك وسيف وسعيد والمضمر محمد بن ناصر بن شافي القحطاني الذي قاد مبعد في هذا الشوط الرئيسي. هجن المرقاب والخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح بقيادة حمد بن علي بن حلفان. هجن المرقاب لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم آل ثاني الذي حقق مع مشكور ناموسا ولا أروع. وهذا هو المبدع حمد بن علي بن حلفان الذي قاد مشكور بكل ثقة. نأتي إلى شعار ملك السيوف مع الخنجر في الشوط المفتوح ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ملك السيوف ومالك المقمع الذي انتقلت ملكيته في مساء البارحة لملك السيوف بصفقة ناجحة 100% لملك السيوف. هذا هو ناصر بن عبد الله المسند والمضمر مضمر المقمع راشد بن بطي الزعبي يستلمون الرمز المقمع من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني في أمسية ولا أروع. شلفة العمانيات لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الشلفة الذهبية كانت طواري حاضرة بالشعار الأدعم الكبير مع المضمر الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وها هو الحوت يرفع شلفة طواري عاليا محققا ناموسا ولا أروع في هذا المهرجان مهرجان الأمير الوالد. شلفة العمانيات بشعار سيف بن محمد بن زايد الخيارين تهنئة أولا لسعادة محمد بن زايد الخيارين وأنجاله الكرام على فوز مرموقة بالشلفة العمانيات. وهذه لحظات الناموس سيف بن محمد بن زايد الخيارين والمضمر محمد بن شافي القحطاني مضمر مرموقة ومضمر مبعد يرفعون الشلفة والخنجر عاليا. ومحمد بن سعيد محمد بن سيف بن محمد بن زايد الخيارين. نأتي متابعينا مشاهدينا الكرام إلى أشواط السيوف السيف الذهبي لشعار هجن الشقب وحضور أنجالي سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني مالك تيها مالك هجن الشقب. وها هو المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني يرفعون أنجال سعادته السيف الذهبي عاليا مع هذا الانتصار الموفق في هذا اليوم الختامي الكبير. تهانينا لمالك تيها هجن الشقب
سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني وأنجاله الكرام الحاضرين في هذا اليوم الفرحين بفوز تيها بالسيف الذهبي. لنأتي إلى مسك الختام، وختمها ملك السيوف بفوز نسيم بالسيف والخمسة مليون ريال قطري. سيف المهرجان يحققه الأنيق ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع نسيم التي فازت وحققت هذا الناموس. هذا هو عبد الله الشبل عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند مع ناصر بن عبد الله المسند والمضمر البروفيسور محمود الوهيبي يرفعون سيف نسيم عاليا بناموس ولا أروع. محمود الوهيبي البروفيسور يعود مجددا إلى ساحة البطولات محققا مع نسيم السيف الختامي الكبير في هذا اليوم الاستثنائي الخاص. ناصر بن عبد الله المسند وفرحة الفوز بالسيف الفضي سيف المهرجان. متابعينا مشاهدينا الكرام، شكرا لراعي الحفل ومتابع ايضا على الأشواط الرئيسية سعادة